تلو الآخر انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. انطلاقة شوطنا السادس عشر للأبكار، الإذاعة المحليات الأصائل. مسافتنا هي المعتادة 6 كيلومتر. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى شواهين مع مقدمة الشوط والمركز الأول لراشد بن مبارك بن محمد الشامسي. هي في مقدمة الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني التقدم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات من وصلة مياسة خميسة بن عتيق بن يمعة الرميثي مع ثاني المراكز الدردور. المركز الثالث وراء التقدم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات. المركز الثالث نجوى حمد بن سالم بن سليم الاكتبي. أما المركز الرابع تقدم ممتازة مشاهدين الكرام هملولة سويد بن مساعد بن قران المنصوري من تنطلق في رابع المراكز. خامس المراكز وصلت الذيبة تعود الملكية لسيف بن راشد بن سيف الشامسي مع المركز الخامس. سادس المراكز انطلاق من غزوة سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي من يتقدم مع خامس أو سادس المراكز في هذا المسار. المركز السابع تقدم ممتاز من رحمة صقر بن عوض بن فلاق الاكتبي مع سابع المراكز. ثامن المراكز مشاهدين الكرام بن قران في المقدمة مع الصدارة مع القيادة. الانطلاق الأول المسار الأول من تحظى به هملولة ما زالت تكمل المسار من أجل الناموس من أجل الفوز. يا سلام، بدأ يصدر تعليماته، بدأت تعلن المغادرة. حتى هذه اللحظات ما زالت تسيطر على الأوضاع بكملها سويد بن مساعد بن قران المنصوري. المركز الثاني هنا مهونة غزو سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، ايضا نجوى حمد بن سالم بن سليم الاكتبي. وصلت هنا هملولة محمد بن حمد بن كردوس العامري وناصية غريب بن سعد بن مسلم آلي نيبي. ولكن اعود مع هملولة 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 هملولة، ولكن هملولة اخرى هملولة اخرى تتسلل هملولة اقوى. يا سلام، سيطرت على الاوضاع محمد بن حمد بن كردوس العامري. مشكور يا ابو حمد واسعد الله صباحكم على هذا الابداع على هذا الانتصار. السلامات يا سلام، السلامات محمد بن حمد بن كردوس العامري، وسلاماتنا يا اهالي العين، سلاماتنا يا اهالي العين، تهانينا لمحمد بن حمد بن كردوس العامري. المركز الثاني مشاهدينا الكرام اللي وصلت هملولة السويد بن مساعد بن قران المنصوري. المركز الثالث كان من نصيب غزو سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي. رابع المراكز ناصي غريب بن سعد بن مسلم الجنيبي. المركز الخامس كان من نصيب نجوى حمد بن سالم بن سليم الاكتبي. هكذا الابداع والتحدي والمتعه والاثاره لشوط لا يقل اهميه. سادس عشر اشواط هذا الصباح للابكار المحليات الاصايل، ولكن بالفعل هملوله محمد بن حمد بن كردوس العامري هاها والتسلل أمامكم عبر صيدة القنوات الرياضية. التوقيت الزمن الذي تسجل هملولة 9:43 وفاء وتماما. تهانينا لمحمد بن حمد بن كردوس العامري على هذا الفوز والإبداع والانتصار. المركز الثاني من قدمت عرض تشكر عليه بالحقيقة هملولة السويد بن مساعد بن قران المنصوري 9:44 و3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لسويد بن مساعد بن قران المنصوري. المركز الثالث كانت اللي غزو سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي 9:44 من الاجزاء. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي المشاهدين